داري عرف شي اللي وريتكم شنو لابس في رجلي غتخراو بالضحك وما قديتش ما قديتش الصاط وليت غلبت عليا الضحكه وحق الله. نورمالمون الانسان كل ما كبر كيدير عقله. انا لا نوريكم شنو لابس. والله تناضي ها هذا خويا كتحشي رجليك هنايا فهمتي وكتبقى غادي فيها في الدار ها ويلي ها نتوما والله تمجنينه والله تناضي الخوت. الناس كتكبر كدير عقلها. انا لا انا كل ما كبرت عاد كنزيد نتبرهش ومع من الدويه يلاه وانت دابا قنعني دابا يا ناضي ولا لا هاي قول لي وراه مبطن وسخون غادي ندير امك في رجلي وهنينا سكوت امك. شوف الخوت انا كنمثل بزاف ديال الشباب فهمتيني. شوف انا عارف كنت باغي تشري هادشي غير حشمان ما باغيش تبان براوج قدام داركم. شوف انا عارف وانا نورمالمون هادشي شكون اللي كيدسرك كيدسروك الفلوس فاش كيوليو يشيطو عليك الفلوس هي فاش كتبقى تشري هاد التبرايش هذا يلا. والصراحه انا راه ما شريتهاش ولكن كادو ديال واحد الدريه كادوات الملاح. يوم صدروا بلاش معكم مقارطي في فيديو جديد ورياكسيون جديده. مرحبا بكم بزاف مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. اليوم طالع على الرياكشن ضحك عاوتاني فهمتيني شي حاجه الاواخر السمك العوام. المهم اخويا قبل ما نبداو الفيديو هذا ما تنساوش خير معكم واحد لايك وكومونتير وما تنساوش ديروا معكم واحد الابينو. دير ابينو اصاحبي راه بقتنا والو على اسكت لمك اسكت عشي حاشي ديك اللعيبه في رجليا كنشوف كل مره نشوفها نخرا الضحك. دير معك واحد ابينو اصاحبي ودير معك ابينو يجيعان راه شو افابور اصاحبي راه غفابور وافابور وما يدير لا لايك ما يدير كومونتير ما يدير. راه نحرش عليك هاد القنفود السيمسي اللي راني حاط في رجلي. قنفود داك ولا دبدوب نحرش عليك هاد الدبدوب الكيوت يجي عند امك لما درتيش لايك والله وما درتي لايك سنحرش عليك الدبدوب هذا. ودير ديك لايك يا ولد العبد وصافي خوتي وليتس جو. قبل ما نبداو الفيديو نخليكم مع الاشهار ديالنا اللي هو ونيكس بيت وهذه اللي كتعتبر من احسن المواقع اللي كتقدر تسيبورتي فيها فرقك المفضله وهي الراعي الرسمي ديال بزاف ديال الفرق الكبار مثلا الرجاء. هو قبل ضروري من ثلاثه ديال الشروط. الاولى ضروري تكون عندك اكثر من 18 عام. ثانيا اللين اللي غادي نعطيكم كيخدم غير في المغرب. وثالثا ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي اللي هو ايلك 88 اللي غيمكنكم من الحصول على 130 دولار كأول دفعة ليك. نخليكم مع الفيديو. هي لافون خطيرة من اللور فيه اويشو متبوعة ما بغيتش الدور سمحوا لي. تفو ما بغيتش الدور. تفو ياه كنت ما بغيتش الدور المرة تورينا الطبعة. اللهم قوي ايمانك يا اختاه. خطيره وانا منين بدا الفيديو ما شفتش في هذه الجهه اصلا جالس انا كنشوف جيت المرايه. من اللور فيه اويشو متبوعه ما بغيتش ندور سمحوا لي. ما تطوري شويه ما تعذبيش راسك. الايفون اللي جيبوا لك كومبريت ايفون 14 اي تنيبو 20 دولار واسندلو او يطلع داك سليمة هي ماشي اوريجينال ولا شنو هذا؟ Tampoco extraño, pero bueno. Yo creo que el iPhone no enciende así. Motorola, se demora un poquito, pero sale. Entro, el entro de Rosom. Ay, ¿qué chale? Ya le puse fondo pantalla y todo. Mira, salió. Dígame si es original o copia. ¿Qué es el iPhone de ese? مين جاي الايفون هذا واخا تكون شاري من دوك عوازه اللي كيفرشوا في الارض كيبيع لك الايفون 14 برو ماكس ب 600 درهم يلا وانت موت. تماك اصاحبي بغا يتسرق منك ساعتي الفلوس وبغا يتسرق تا كاري تاكل علاش والي ما الحماس اذا مسكين الكليب باغي غير ياكل يعني هنا وهاني هنا مابقاش فيك الحال هنا. قال لك السيده اللي هز العصير يسحب ليها سكرات
ورا بصح دابا انت تشوف الديكور ديال المرأة جاية هزها راجل، هانت شافتو هزها رجع شافش في الكاس ياك، واش راني سكرت ولا مالي؟ نضا فلة شتشك خويا. راه هاد العراقيين هادو، راه هاد العراقيين راه طورني يا عطواني دا، راه هما هادو اخويا. تضربني مقابل $1000 من بعد الجزء من الثانية. شتا شد الكمارة هادي مسيطرة همشي هخليك لو شفت. قال لك الا كنت قصيره ومسيطره مسيطره كتلقى شي دريات راه واخا فيهم مترو 56 مترو 58 مترو 60 العافيه. هاي جاك الاحمر اليوم زوين ادريس. شكرا. شتك الصباح كنت طالع مع واحد الدريه زوينه. شكرا. تبارك الله عليك ادريس. شكرا. راك غادي زوينه ادريس في التوك. شكرا. اخبارك ادريس تمشهور عليا. شكرا. شكرا. دا صح كوما كنتيش حتى انا بغا نكونش انا ادريس. شكرا. خويا راه تبارك الله عليك اخويا راك عزيز. شكرا. النظريه. شكرا. طلع طلع لي شي دريات من عندك، شي صوص من عندك. لا بلاش يلا بانا ولا بنويك اخويا الياس. شكرا. غادي من ندير انا بالدريات ولا بنويك اخويا الياس. شكرا. وتلامك جوله اخويا الياس. شكرا. غير جوله وحده. شكرا. خويا إيه بغيت نلعب معاك غير جولة وحدة. شكرا. خويا إيه بغيت نلعب معاك غير جولة وحدة. شكرا. راه صيفط لك اخويا جولة يلا. شو هبطو. شكرا. احسن نظرية. شكرا. والله يتوق دغيا كيرجع الصرف. شكرا. فاش كتوصل 30 عام وانت باقي بلا زواج، شناهي هادي؟ اوكي سير الله. ايها الجسد ما امرك؟ لا اصدق انك لا تستطيع رفع وزن خفيف. وصلت للقاع ديال انستغرام صافي والو، غير الا ما درتيهاش راك ماشي مغربي. الكاغيط فيها البنه اكثر من الحلوى اصلا. والله الا هاد الكاغيط هذا الا بنين. وكنت كنديرها ومازال كنديرها لدابا، فين ما كنشري هادي كنحلها وكناكل هاد الكاغيط هو الاولاني كيكون بنين. الا مازال ما جربتيهاش، هو كاين احتماليه انه تمرض بالسرطان، ما كنصحكش تجربها، ولكن غير جربها غير باش تشوف البنه، فهمتي؟ هي ماشي غتمرض بالسرطان، هو راه غتمرض بالسرطان، غير هي غتقوي لك المناعه، فهمتيني؟ خرا هذا كيديرو جا. فاش كتقول لك امك عاوني، فاش كيقول لك باك عاوني. باك تعطيك يا جوره، امك راه باغاك تحل لك شي قرعه شي طاسه شي حاجه، نشر الحوايج، باك تعطيك تقد البوطه. يلا امك قد لي يا وليدي غير البوله انا، باك سير طلع البارابول سطح شعل الضو تبقى تبني. امك كتعطيك التليفون كتقول لك هكا ولدي قد لي شاشه في التليفون تسخر ليا. باك كيعطيك طلع خنشة ديال الطحين ولا بغيتي ردد الوالدين، فهمتي؟ الله يطول في عمر والديكم والله يجعلوهم يشوفوا ولاد ولادكم. خالتي اللي كنتي كتسمعيني الله يطول في عمرك، شوف راه امك راه راضيه عليك. واش كدير التبات دابا؟ شوف التبات هذا اللي وليت فيه غير باش يديروا لايك صافي. خالتي قولي لهاد المجموعه عندك يدير لايك، قالت لي كيعجبني راجل راجل اولد ماني انا في ستوري. ودابا بلاتي دابا شوف شوف اولد ماني ستايل هو راه زويد لبستو هو هذا الاولد ماني ستايل، وكيصلح هنايا في اليوكي، في اليوكي كتلبسو كتخرج عادي. دابا هذا الاولد ماني ستايل تلبسو في المغرب ما يفهموش الكونسيبت ما يدريوش. ما علينا، حنا ما ندخلوش في التفاصيل. اصلا دابا البرد شنو وليت كنلبس؟ مابقيتش كنلبس داكشي حيت متبقاش تجي تقول لي اولد ماني ستايل ولا خويا هيدا ضرب شي اولد ماني ستايل. نظرة شات جي بي تي ليا بعد ما قلت له اشرح لي الموضوع ده كأني طفل عنده 5 سنين. والله الا شات جي بي تي في خاطره باغي يقول هل تتمنيك عليا؟ والله الا هاد شات جي بي تي شي نهار غيسب شي واحد فينا وحق الرب، شي اسئله كتعطيه
دخلتي الدوش ونسيتي الفوطة. هاد الزمر هذا كيشبه لديك اللعيبات اللي لابس في رجلي بالرجولة. tu découvres la vraie veste imperméable. Mais ça ou de quoi c'est cette la veste. انا قالوا لي امبرميابل. دونك كان عندي واحد لا فيست واحده اخرى حتى هما حتى هي قالوا لي امبرميابل سو كل خا كتشرب الماء. الماء كيشرب. اي دوكو هذه مشيت للديكاتلون شريتها قالوا لي امبرميابل جربها. صافي قريت امبرميابل صافي جربتها. جربتها ورات امبرميابل احسن من الاخرى نتوما نشوف. شوكي والله هذا اول مره كنشوف هاد الشيء هذا حمل اول مره نتزاد شوف شوف واو واش هاد الشيء هذا بس امبرميابل وتجي وحده تقول لك الدراري اللي درتي معاه ما كتفرحوا حتى شي حاجه وحنا الدراري راه كاملين بحال هكا كاملين كاملين واش امبرميابل والله راه تقدر تكون شي حاجه بسيطه وتعجبنا واو انا اللي شفتك شي علاش انا كنضحك معاه علاش انا ما شريت والو فرحان معاه حتى هذا السطر امبرميابل واه فرنسا كي دايره شنو هي امبرميابل شنو هي بالانكلي بروفوتا لا ووتر بروف ووتر بروف اني واي نرجعوا للموضوع انا نسمتو ناتش حتى هذه امبرميابل اوكي حتى هي راه مضره مضاده للماء قلت لك انا مضره كتدخلش الجديده امبرميابل الام المغربيه عمرك تفهمها انا خارج شويه الريحه مع صحابي هنايا ونجي صافي فين غادي يا وليدي جلس معايا رانا موحشاك شحال هادي ما جلستي معايا صافي لا لا ملي موحشانا نريح معاك ما عندي فين نمشي وقول لي شنو البروغرام اللي عندك اليوم نخرج معاك اه ماما راني تنهضر معاك واقيله وا ماما ورا هادشي غير قلتي ليها ولدي جلس معايا فين هي جلس معايا ها 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 من الصباح وانا كي الكلبه من هنا لهنا من هنا لهنا والشغل نجي نريع شي شويه نشد التليفون تفرعوا لي راسي صافي ملي شد التليفون خليني انا نخرج مع صحابي كيما قلت لك صافي انا نخرج نريح شويه مع صحابي ونجي هاك يا وليدي خليك حدايا شحال ديما جلستي معايا رانا موحشه فيك ها ريح 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 ماما انا خارج شويه خويا راه حنا مشاركين في ام وحده وحق الله المغاربه كاملين كلشي مشارك في ام وحده الصوت فيديو زوين ضحكني كاين الفكره خويا الله يطول لك في عمر الوالده والله يخليها لك شوف اليوم كنفرقوا حنا الصواب كنعلموكم كيفاش ديروا الصواب كيفاش ديروا الصواب انا قال لك صاحبك عطي شي نويطات البرازيل هو بغى يشطح سلامو شي كامباي شي كامباي دودو دودو تشا تشا دودو تشا دودو تشا تشا واه قال لك واه الحركه الاخيره تعوب عليها تشا 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 نديرو نديرو شي شطح هاد البرازيل كلنا يلا 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 جالس فراش كنو دير معنا شطح هاد البرازيل يلا شيكا بلاتي بلاتي انت تغي زربتي علينا باي شيكا باي دودو دودو تشا تشا دودو تشا دودو تشا تشا والله يتا مجنون بالرب ولد اسفي ما كيعجبوش السردين ولد اكادير ولكن عربي ما يمكنش هادي ما كايناش ريفي ما كيشجعش الراجا هادي نقدروا نقولوها شويه ولد بالرشيد بعقله ولد بالرشيد كاملين حبوها على الصاد وتحياتي للناس بالرشيد شلح ما عندوش حلوته فراوي بيض وراك ورا الدراري فراويين راه بويض ما عرف اخويا ولد 16 ما كيمثلش افلام قصيره هادي ما كايناش كاع ولد 16 كيمثل افلام قصيره بركاني عمرو صلخ شي وجدي ويلي ويلي بركنا وجدهم غادي مخارين ويلي شي واحد يشرح لي هاد النظريه بنت كازا ما كملش قرايتها في السعودية اخريتي فادي والله طنجاوي ما دايرش لي باك طنجاوي كامل داير لي باك طنجاوي حريرش ولد افران عنده فيسبوك
هذه ما كايناش. انا نزيدكم واحده اخرى. ولد اكادير وما كيقولش اهيا اجيا فكوك اودي الكرنج. قال لك هل تعلم صغير الكسلان ينام 18 ساعه يوميا وعند الاستيقاظ يوزع الابتسامات ثم يعود للنوم. كيوت. شوف الحيوانات كي دايره. شوف شوف تعلموا تعلموا من الطبيعه تعلموا من الطبيعه. كانت كي ناس 18 ساعه كيفاش يضحك بحال هكا يوزع الابتسامات بحال هكا وكيرجع ناس غزال هذا والله الا ام درا نسيتيهم اويلي هذا ديجا الساط انا بين السيريات المهم اخوتي هذا ما كان في الفيديو هذا وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم تهلاو لي فراسكم ونشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي شكرا لكم بزاف اللي كنتو مازالين واصلين حتى لدقيقة كتب كومونتير خلي معك شي حاجة زوينة تقدر تفرحني نشوفها من بعد وهذا ما كان السلام عليكم قوم تشا 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 ويلي 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 انا قاين